موقفكم من الشيخ عبد الحي يوسف. عبد الحي يوسف عنده رساله بتاع الدكتوراه يا اخوان، انا ما اعرف يعني الزول لما يكون عنده كتاب الفه والكتاب ده كب فوقه العقيده بتاعته وقال الكتاب ده منهجي، قال انا ارجو من الله يدخلني به والجنه. لما انت تجي تنقد الكلام ده ليه الناس بتزعل؟ عبد الحي يوسف ده انسان من طراز التكفيريين الاول، عرفته؟ كتاب الاستبداد السياسي النال به درجه الدكتوراه وما تاب منه ذاته، عرفته؟ كفر فوق الحكام وقال والواقع اليوم يشهد ان كثيرا من حكام المسلمين اليوم ليسوا مجرد ظالمين وانما كفار. واذا دام منهج داعش اروني ما هو منهج داعش. هناخذ مقطع الان لاحد مشايخ السودان دخل الى ليبيا من تنظيم القاعده. لديه مقطع، احنا درنا مونتاج للمقطع باعتبار مزجنا محاضرته في ليبيا في طرابلس مع خطبه له في جمع في السودان، وبعد ذلك سنشاهد ماذا يقول هذا الشيخ. تبعتم في هذا المكان من اجل ان توجهوا رساله للكفار والمنافقين ان اسامه بن لادن اخونا وولينا. ولكن الله عز وجل اذا اراد امرا فيما مضى من مكان الا سلاح، ما الا الا سلاح الايمان، الواحد يضرب حزام الناس يعني على الخاصره ويدخل في مجموعه من اليهود. و طبعا هذه مجموعة من الفتاوي التي هي ضد عمليات التفجير، فهمت؟ فده المنهج بتاع عبد الحي يوسف وصلى على التكفير زيه بن لادن. وليه نحن بنقول لك عمل زي فلان وزي فلان؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. العلماء قالوا الحديث ده دليل على أن الإنسان لا يصاحب إلا من يشاكله في الدين وفي العقيدة. يعني لقيت واحد يوم كله لافي مع الجمدالات دين شيوعيين، ده في النهاية شيوعي، واستدل بهذا الحديث وغيره من الآيات والحديث عمر بن عبد العزيز قال إذا لقينا زول قاعد مع شربة الخمر وبيشرب في الخمر قال فإنه يجلد الحد مثلهم وهو مشارك لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا شنو مثلهم. لقيناك قاعد معهم ديلك بلغلغ وسكرانين وانت قاعد معهم ساي، نقول لك يا فلان وقاعدك مع دي شنو؟ تقول ديل أصحابي يجلدوا 40 جلدة وانت تجلد معهم، فهمت؟ يقام عليك الحد كما يقام عليه. فده حكم الإسلام. ولذلك ولذلك هاي شغلة، ولذلك خليها، ولذلك عبد الحي يوسف من الناس الذين يحملون الفكر والمنهج التكفيري. ولما مات أسامة بن لادن صلى عليه وغيره من الكلام، وله علاقات واسعة مع دعاة التكفير في العالم، ويمدح سيد قطب الذي أقر بأنه يحمل فكر الخوارج تلميذه القرضاوي. القرضاوي قالوا الذات التكفيرين ديل مرقوا من سيد قطب، فبيمدحه ويثني عليه ويفتي بالفتاوى التي يقوم بها أفراد داعش. مش ناس داعش بيفجروا؟ طيب أسمع الكلام ده. لكن الله عز وجل إذا أراد أمرا كان، فيما مضى لمن ما كان عندهم سلاح ما عندهم إلا سلاح الإيمان. بيتكلم عن العمليات التفجيرية يعني على يعني خاصرة ويدخل في مجموعة من اليهود و يفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة صاحبها إن شاء الله. أقسم بالله والله سعادة، عرفته؟ فده بيقول لك إنه دي عمليات استشهادية، وقال اختلف فيها العلماء. وما اختلف فيها العلماء، ديل الأخوان المسلمين عارضوا فيها العلماء، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه، فحديدته بيده
يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن احتسى سما فقتل نفسه فالسم في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فده عبارة عن انتحار، ده ما استشهاد، عرفته؟ فده الكلام بتاع عبد الحي يوسف، والتفاصيل بتاعته تطول.